الله سلام بارك اسمه أمنا الخير الحمد لله اللهم الحمد صمت أخوة مرحبا جد بالخاطر أخوة اسمه نوزبين الرموك الرموك مدر الطنوبيل عندك عندي شحال شحال المدة المدة ديال التيرميك ديال الطنوبيل اللي هو عندك تبارك الله تبارك الله ما تبقاش داكشي اللي تعرف اولا النظر خصو يكون مزيان السكر خصو الملح سلام ابو رشيد اخويا كيف بخير هاني صحيحه ثانية الامور الله يبارك فيك خويا رشيد خويا مدام ديالك بغاتك طوموبيل اييه ولا كانت الفلوس اييه قالتها ليا خلصاتهم اييه خلصاتهم دابا لاكارت ديالها هي مساليه وصيفطت لي عندك عطيني لاكارت ديالك انت المال ديالها هي مساليه مساليه وتقول هذيك الساعه ما عرفاتش هي تقلبها لقاتها مساليه شكرا لك براشيد اسمح لي الله يحفظك خويا سمعتي الوقت بدلات والعصرانه بدات مقصوله بدات مكونسوليت شويه انت شتبراكي عندك فيراج فيراج السلام ورحمه الله وبركاته مزيان الامور مزيان والو اخويا ما كاين باس اخويا بلا ما تخلع ما حتى حاجه ما كاين باس راه السيده ديالك في الخرج ديال المدينه قالت واحد القصيده اش كتقول هذيك السيده ولكن ما تخلع ما والو راه هي موقع لها والو المهم فات على الراس ها هي الطوموبيل كانت دقه شويه من قدام دابا المدام والبنيه مزيان ما عندهم والو صافي الطوموبيل شويه مش موقع لهم والو لا موقع لهم والو موقع لهم والو شكون تصحى وتجي فاش ما بغيتش المهم انا غنمشي دابا نشوف شنو كاين باش ما كان نعيط لك ولا نجي عندك صافي انا غنمشي دابا ونجي هاتي انا غنقيد هاد السيد يلا نشوف ترى عطيتها لسميتو كنت باغي نقيد لك دابا قلت الله يبغي نقيد لك صدقت على اللي عطيتها خليتها لاكارت ديالي وعطيتها لاكارت ديالي لاكارت ديالي انا حاطها هنا حداها خليتها ديالي وعطيتها لاكارت ناسيونال ديالي ما تخلع ما والو شنو عطيتها لاكارت ديالي اه يا غتجي هي غتجي واخا وقع هادشي ما كنت موجود تبغى تخرج عليا نخرج عليك ما والو خويا تكرم علاش شتي لاكارت ديالي واش ما كتشد انا ما كتشوفش عاد دخلنا لك بالله واش انت عندك محل السكر وشين عندي انا عطيتها لاكارت ديالي صيفطنا هنا تسد انا خويا سيدي هذه لاكارت ديالي ديالك ما بقاش ما دوز البيرمي وصافي انا جاي سياره التعليم جاي المصحه سياره التعليم هذه لا مصحه سياره لا مصحه ملي كتقول لي ملي كتقول لي كيوقع لا ملي كتقول لي عمرك غلطتي انت ماشي غلط عطيتها لاكارت ديالي لاكارت ديالي اخويا ما درتش لا لا تخش عطيه لاكارت ديالي دير الله يرحم والديك بعيدا علاش دير لاكارت ديالي لا دير لاكارت ديالي لاكارت ديالي المصنع الله يرحم والديك انا غادي نجيب لك لاكارت ديالي ما تخش عليا اخويا انا اهو بخير بخير طيبات السلام انا جيتي في الدار لاكارت الله يرحم والديك طري صاحبي نهضروا مع السيد لاكارت ديالي عندي وحده كاينه بطوموبيل هاد جاد احمد الله يحفظك ما يجيب لي الكارت ديالي انت دابا باش ما كتبعتيني انا اش درت لك انا باغي نتصل الكارت ديالي عاطيني ما نعرفوهاش شنو بيناتكم علاش انا حاطينه هنا نقول لك نقول لك دابا جا بغا يدوز بيرمي عطاني لاكارت ناسيونال ديالو جي عندي رشيد المدام باغا تكري الطوموبيل لاكارت ديالها وافية خليت على لاكارت ديالي عطيتو ديال الاخ ديال السيد غاتعطيه واحد الشيك كوم كارونتي لاجونس ياك هو غادي تكون عطيني انا هذا الشيك تبغى تسمع عليا هادي حتى الشيك كيفاش عندي وانت غير تسند ليا هذا الشيك دبر راسك اخويا شغلك هذيك تبارك الله على با حامد شغلك هذاك عندي لاكارت ديالي مزيان هاد القضيه اللي قال طري شريف عطيني لاكارت ديال الله عطيني انت دابا الحل كيفاش نعطيك الحل انت دابا ما كنقولش لك شي حاجه تما خاصك تشد ما فيزيت عينيك وابا لا فيزيت واش انت خاصك تشد لا فيزيت راه غير ما كتشوفش مزيان تقول لي مصلح لا فيزيت راه غير مع الله مع لا هادني مع هادني مع الهضره كيفاش بان لي من الصباح كتدخل وتخرج من الهضره ماشي تشد مرحبا انا 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 مرحبا الكوسطه دابا انت الكوسطه كيفاش باش يمين كيفاش باش تشوف الكوسطه تشوف واش عندي شي علاقه واش غادي يقول هادي انت واش كتشوف العربيه واش غادي انت باش تفهم شي حاجه بيني وبين ما عرفتش ولا ولدك ولا خوك ولا راه دابا غيكونوا يصحابو غيقيدوا عليا انا بحال انا الزوج ديالها دابا انت كدوي بها بحال البروده بحال ما عطيش لاكارت ديالك خويا الله يرحم والديك اي لاكارت ديالي غنمشي بحال هادشي كنقولك كنقولك كنعاود انا عندي سميتو نوت جي بي لي دي لاكارت ديالك دي لاكارت ديالك
شيك انا في سميتي لا غيرك انت شوف دابا اخي صاحب قيدو على الحساب لاكارت ديالي انا ديالي اريدك لاكارت ديالي نسخة نفحات كاميرا شتاتو وفي الاعداد وانا يرتاتو وخدرناها بيك خوتك عزاز عليك وشهر عصبي تسمى شفرة ومصب جلدية شمشي مصب على صاروز تسمى شفرة ومصب جلدية غتصب عليا ولكن غتشمشي عليا غتصب عليا عطيني لا ما غاديش نلقى حوالي غتجبد ليا كارت السلام عليكم وعليكم السلام وسيدي راه ما كاين لا كسيدة لا ما جابش الراس راك شارتي معنا بالكاميرا خافية وانا السيد ولكن دار كاسيت راه الفنان ديالنا كبير انا ما ودي التصيطة من دادر دوخني الصراحة والله لا دوخني واش مبروك رمضان المبارك سعيد شكرا نتمنى لجميع المغاربة عيدنا رمضان مبارك وبصحة وما يفرطوش في الكارت ناسيونال ديالنا وما يديروش التيكة نتمنى نكونوا خفاف عليكم ونكونوا دخلنا ولو قليل من البهجة والسرور لبيوت ديالكم وانتم كتشاهدونا